الله يسألني عن السمع، يسألك عن السمع يوم تسمع الأغاني. والله العظيم ما دمر قلوبنا للأغاني، وأغاني صاخي بباب الناس ما يمشي إلا يعلي الأغاني. يا أخي شيء يا أخي، ما تخاف من ربي يسلب منك نعمة السمع؟ تكفون يا أخواني اللي عنده أغاني، أترجاكم أبوس إيديكم، الأغاني جيبوها واتركوها من اليوم. والله العظيم ما يخلي نفسك ثقيلة على الصلاة إلا الأغاني، لأن الأغاني تنبت النفاق في القلب. الأغاني تنبت النفاق في القلب. الأغاني بريد الزنا، الأغاني عقدة الشيطان. والله العظيم ما أبالغ لما أقول لك إن أول خطوة للتوبة ترك الأغاني. أقسم بالله المغنيين والمغنيات ما حطوا هذه الأغاني إلا يبون يفسدون قلبي وقلبك، وفعلا استطاعوا. كم من شخص عند الموت تقول قول لا إله إلا الله ويغني ويردد أغاني؟ هذا اللي يبونه المغنيين، وهذه رسالة للمغنيين. أقول توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. كم فتنتم من شباب المسلمين، والله يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والله ما أبالغ لما أقول لك يا حبيبي إن ترك الأغاني أول خطوة في التوبة والرجوع لله. هذه أمر قلوبنا، هذه أمر قلوبنا يا شباب. تكفون، تهاجب اليوم تركها لله. يا اخوان لا حد يلوم، لا حد ينقد علي لما تكلم ارفع صوتي. والله ما تكلمت الا حلقة، والله ما تكلمت الا لما نرى كيف يوصل الله وكيف يوصل جبار. والله مدك بالنعم تعصي.